تيغ. تصريح للكرونيكور سفيان بن حميد البارح برنامج في 90 دقيقة حكى فيه على صورة نور الدين البحيري. تصريح أثار جدل بين اللي عجبوا بين اللي قال ما يليقش مهما كان الاختلاف. بس مش قال سفيان بن حميد نرجع نعطيه الأعداد. نور الدين البحيري فحسب التصاور فهمت معناها ضعف، وهذا ماهوش في حد ذاته حاجة خايبة لأنه يليتي اون سور بوا. لا لا نقولها معناها من ناحية صحية. ان شاء الله طول المدة متاع اضراب الجوع ما يعطيش ما يخليش دي سكيل، لانه شفنا في العديد من المرات اللي يعملوا اضرابات الجوع تبقى لهم كمام دي سكيل، خاصة انه هو عنده امراض مزمنة. الجمله اللي قال فيها ضعف وهذا بهيل، وعلى خاطر كانت عنده كان ميزان زايد معناها سفيان بن حميده. العدد عادي من حقه، لا مش وقت تفدليك معناها، لانه الامور نحكيو على صحه ما نعرفش برهان سته. والحمد لله سمعتنا التسجيل كامل يا لا لا كامل لا كامل لا لا الحمد لله هذاك على خاطر انا الحق شفت العناوين، والعناوين دي مصادمه. انا كنت نسخايل سفيان بن حميده حكايه كان الحكايه هذه بهيل وبهيل ضعف على الاقل في الاخر قال ان شاء الله ما يخليش نسمع التصريح كامل. الحق تصريح متوازن ابدا معناها من الروح الانسانيه. تحسوا عمل البريمير بعد اي عمل البريمير نتاع بعد ما ان شاء الله مش بتاع حكايه عبد الطيف المكي كي كان وزير صحه منع على خاطر ما يحبش يشوف الانسان بالتكينيات هذيك دخلت للموسوعه، لكن هذه الحق معناها ما نظلموش سفيان بن حميده معناها عبر بكل تلقائيه نبهلوا بجد بهي الضعف، لكن اون كونتر باتي ان شاء الله الاضراب الجوع ما يخليلوش سكيل، خاصه انه سي نور الدين البحيري الحملة كانت كبيرة على سفيان أمراض مزمنة، لكن للأسف الحملة أخزر لتونس تو وكل شيء، والعناوين اشتغلت يا رفيق. العناوين تسمع عنوان والعباد ما عادش عندها وسع البال باش تمشي تتأكد راهو طول تشوف العنوان العباد تخوض وتهبط تسب وتعمل وكذا بدون أن يمشيوا يسمعوا التصريح كاملا. شوني ونوني في دقيقة ديما المشكلة متاع الديجيتال اللي باش يبيع الخبر يهبط العنوان منقوص. تعب كان تعب برشا على نور الدين البحيري، الوزن المفرط نتاعه في وقت من الاوقات وقت اللي كان في السلطه كان برشا تنمر على نور الدين البحيري وعلى زياده الوزن نتاعه. اليوم احنا مانيش في الورد هذاك، اليوم احنا في ورد انه فما انسان وقع وضعه تحت الاقامه الجبريه ما نعرفوش علاش، وقع رفع الاقامه الجبريه ما نعرفوش علاش، مما اضطره الى خوض اضراب عن الطعام، وكل اضراب عن الطعام هو ريجيم مش اضراب عن الطعام هو ريجيم، وفيه دي كارونس اليمونتير يعني فما نقص في برشا من الاحتياجات اللي نتاع البدن. ربي يفرج عليه وعلى جميع المؤمنين. الناس الكل. قيس سعيد رئيس الجمهورية زيارة ليلية البارح المقر وزارة الداخلية، حكى فيها الرئيس تقريبا نفس الكلام تعاود البارح، ثقته في الأمنيين، حكى على الغرف المظلمة، الناس اللي تتآمر، الناس اللي قاعدة تعمل في كل شيء باش تغالي الأسوان، باش تحتكر البضايع، باش تجوع على التوانسة، ولكن جديد البارح قال ساعة الصفر سي وصلنا لها، تم تحديد ساعة صفر وستكون حرب بلا هوادة على المحتكرين. رف مقر الأعداد كيف للزيارة للتوقيت للرمزية وزارة الداخلية 11 نص الليل ما نعرفش من توكا هبط آخر الليل الفيديو على باج الرئاسة. مرة أخرى نحكي ونتوعدوا في المحتكرين والمهربين. يلا الأعداد الأولاد وهنا نشوفوا في الفيديو في المباشر. برهان سبعة سبعة نجمو كان نقدروا معناها العملية الاستهداف الاحتكار والمحتكرين مش تولنا في الكلام برهان صحيح، راهو نعاودوا ونكرروا راهو مش المسؤولية الكل في الاحتكار، الاحتكار عنده 20% في الظرف هذا اللي نمروا به باش العباد ما تتظلمش، راهو باش نشوفوا دبوات يتم اقتحامها، باش نشوفوا برشا محتكرين يتم ايقافهم، لكن راهو ماناش باش نشوفوا رجوع للحالة العادية نتاع الأسعار المستقرة ونتاع المواد المتوفرة في كل الأسواق، لأن المسألة أعقد من الاحتكار. ولكن
الاحتكار عنده صحيح دور فيها مش كثر الكلام. كل ثلاثة أيام خطاب على المحتكرين معناها سمحني بوتين هدد مرتين الثالثة دخلوا الدبابات الأوكرانية ذي حرب على بلاد العالم الكل باش يتحرك لها تداعياتها الاقتصادية معناها قد تعاني منها روسيا لعقود وعقود وقد تغير خريطة العالم السياسية والاقتصادية. اليوم نحكيو على المحتكرين راهو توارسة معناها توارسة معناها توارسة توارسة عنده 20 دب ويشري عنده موظف يمدوا في طرف رشوة. اسمعني اسمعني راهي المسألة معقدة يا رفيق راهو منذ معقدة على الدولة وانت عندك البوفوار الكل معقدة على الدولة في قصة المفاهيم يا رفيق راهو انطلقت الحرب هذه متذكر 25 جوي قال نفس الشيء الرئيس ومشى الدب بتاع حدي تبين انه السيد للتصدير وما صار حتى شيء مشى الدبوات بطاطا في 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 منوبه تبين ان هذيك مخازن للتخزين. اليوم عليه اليوم خطر سيختلط الحابل بالنابل لن نفرق بين من يحتكر ومن يخزن. اخي انت باش تهبط الدوله تهبط يا برهان انت باش تهبط الدوله واجهزه الدوله هل هي معناتها تهبط كل استعلاماتنا ما تعرفش يا اخي راهو كل بيرو نتاع كل دب نتاع احتكارك ما ينتهبط في الليل وتهبط السميد والفارينه والزيت والدنيا تشوف والحومه تشوف والعباد تشوف استعلامات ما تعرفش ما هو ساعات يختلط الحابل بالنابل زاد نحب نعمل اكسي انا رئيس منطقه في البلاصه الفلانيه ندخلها فهمتي معناها فرنسي اللي عنده مخازن نتاع مخازن للتخزين اللي هي آلية من آليات السوق محتكر هذاك وصلوا يوقفوا في كمية راهي معبية بالسلعة تبقى في السلعة في بلاصة يقول لك كيفاه أنت عندك الكمية هذه أنت إذا محتكر فهمت معناها لهنا راهو في ظل هالأجواء هذه مادام ما قعدناش ثم تحقيق عمله صديقنا البوزيدي وعديه البارح العشية نوفل وحكي عليه عنده دب نتاع شراب ويحط في السميد والفارينة هذاك الأمن ما في بالوش بيه يتشد ايه تشد بعد لما مشاو البوزيدي اما الامن في بالوش بيه معناها الامن في بالوش بيه معناها فما حاجات سهله سونيا نسمع رايك بعد الاخبار نرجع معك على موضوع رئيس الجمهوريه والحرب وانتو كاعلن انه ساعه الصفر حانت ونتصوروا قرارات في 48 ساعه واجراءات وديزاكسيون سور تيرا يزينا من الكلام لانه مش معقول عندنا ازمه في المقرونه والسميد والفارينه واحنا على ابواب شهر رمضان المعظم نعود بعد الاخبار تسمعونا